كل قلب من قلوب الناس حلم من ضبا يتلو على أرجائه في الصبح ذكرا يستطى ويظل يسعى جاهدا ألا يواريه التراب فالحلم للإنسان عمر يستلذ به الصعاب. هلا نشرح بقى عملية البناء الضوئي. بص يا عم الحاج، انا هعمل شويه مبادئ كده. المبدا الاول وركز معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. مبدا السرعه في الشرح عشان ما تتهش، ومبدا التكرار. يعني بدل ما نقعد نشرح في الحاجه 15 ساعه، لا ده انا اشرح لك 3 مرات كل مره في ساعه، مش ساعه طبعا، يعني اقصد يعني ايه اسرع. تاني حاجة ان احنا المرة الاولانية سنتكلم كلاما علميا مصمتا، عمل كده انف كده وقع، فاهمني؟ ولكن انت اصبر معايا شوية، المرة التانية هتلاقي بقى الكلام العلمي دوت لو انت فهمته هتستمتع جدا جدا في المرة التانية. طب المرة التالتة هنقول الكلام العلمي تاني، بس مش هيبقى رخم زي المرة الاولانية. تاني يبقى احنا هنبدأ بكلام علمي ممكن يكون قع في البداية، ولكن بعد كده هيبقى جميل جدا ولطيف ولذيذ، تمام؟ وقصه بقى وفي بلطجي وبيسكر وبيفهم ومطوه وحوارات كده. والمره الثالثه هنرجع للكلام العلمي، بس ساعتها هيبقى خلاص ما نعرف القصه وسبتت، تمام؟ هيا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فين دلوقتي؟ احنا في البلاستيده. البلاستيده ديت فيها ايه؟ البلاستيده فيها حاجتين، فيها الاستروما وديت الارضيه الخارجيه، وفيها الجرانا وديت اللي هي عاملة زي الأقراص اللي فيها الكلوروفيل. الكلوروفيل، وهنكتشف ان احنا عندنا حاجات بتحصل هنا، ديت التفاعلات الأولى التي تسمى التفاعلات الضوئية. التفاعلات الضوئية، وأظن الكلام منطقي لأن التفاعلات الضوئية بتحصل بالضوء، ومين اللي بيستقبل الضوء؟ الكلوروفيل. اسمح لي بس عشان انا عملت خطا مش قادر اسامح نفسي عليه. الكلوروفيل كتبته باللون الابيض، هو المفروض باللون الاخضر، انا اسف. كلوروفيل، فهو اللي هيمتص الطاقه الضوئيه بتاعه الشمس. يبقى القصه الاولانيه هتحصل في الجرانا، بعد كده سننتقل للتفاعلات اللي جوه. هي تفاعلات الجرانا باللون الاخضر، هي كمان ماشي. والله مزعلك يا عبد الفتاح. ماشي، الجرانا صح، ما هي اللي فيها الكلوروفيل فهتاخد اللون بتاعه. ماشي ماشي يا عم، ولا تزعل نفسك، انا كنت رايح اكتب باللون ليه؟ ما علينا. المهم الاستروما او الارضيه الخارجيه اللي هي عديمه اللون، ما فيهاش حاجه، دي هرسمها لك ازاي بلون شفاف. ماشي، بيحصل فيها التفاعلات الثانيه وهي التفاعلات اللا ضوئيه، او يسموها تفاعلات الظلام، لانها مش محتاجه ضوء. مش محتاجه ضوء، لو في ضوء عادي، طب لو مفيش ضوء برضو عادي، الضوء مش هيأثر عليه، انما دي لازم يكون في ضوء. بص كده، دي تحدث بالنهار او في وجود الضوء. وجود الضوء ولا شك، انما هنا تحدث في وجود او غياب الضوء، لان هي اصلا ملهاش دعوه بالضوء، لن يؤثر عليها. يعني تحدث بالنهار او بالليل عادي خالص. يعني لما تيجي تقول لك تفاعلات الظلام التفاعلات الضوئيه، قول لي وقتش كده ينفع وكده ينفع، تمام؟ انما تيجي هنا لا يا باشا، بالنهار بس والدنيا منوره. حلو قوي. طب هو مين اصلا اللي اكتشف الكلام دوت؟ سبحان الله، من اكتر الحاجات الغريبه في المنهج، العالم اللي اسمه بلاكمان. تخيل اللي بيستنتج او بيعرف عمليه البناء الضوئي هو اصلا مش منور. العالم بلاك مان، الرجل البلاك، طبعا مش بنتنمر عليه والله عادي، ولكن هو اللي بيشوف الضوء. ماشي، انما الاولاني كان اسمه فانيل. حلو قوي. بلاك مان ده قال لك ايه بقى؟ تعال نبدا من التفاعلات الضوئيه. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد، هنبدا بقى في الجد. التفاعلات الضوئيه التي تحتاج كلوروفيل. كلوروفيل، وطبعا هو الف هو الاساسي. طبعا الكلوروفيلات الباقيه دي مساعده لالف، يعني بتمتص الطاقه الضوئيه وكده كده بتوصل لالف، تمام؟ فاحنا هنركز على كلوروفيل الف، ودوت تحدث في الجرانا. انا اسف، في الجرانا. هي تعمل حاجه
علشان هي اللي فيها الكلوروفيل. طلعت يا محلى نورها سمس السموسه باشعه الشمس الذهبيه في الاعلام بتاع سان بايتس. سان بايتس مقاطعه صح؟ ماشي. ما خلاص يبقى اشعه الشمس الذهبيه وخلاص طلعت على الكلوروفيل، فالكلوروفيل يمتص الطاقه الضوئيه جدا اكيد يعني، وبالتالي ركز بقى يبقى اسمه ايه؟ كلوروفيل كده، كلوروفيل نشط، كلوروفيل نشط او مثار او مستثار، لان انتوا عارفين لما الالكترونات بتكتسب طاقه بتنتقل من مستويات طاقه الى مستويات طاقه اعلى بسبب اكتساب هذه الطاقه، تمام؟ فده وضع الكلوروفيل دلوقتي، انتقل الى مستويات طاقه اعلى، الذرات بتاعته اكتسبت طاقه فطلعت لفوق، وهي فوق الذره دائما تميل لحاله الايه؟ الاستقرار، والانسان يميل للاستقرار ويكون احنا عايزين نستقر، فكذلك الذره عايزه تستقر، فالكلوروفيل قاعد عمال يعمل كده يوم جاي طارد الطاقه. بعد كده اهوت طرد الطاقه من الكلو، انت بص هتجيب لي الروشه بقى اهو، من الكلوروفيل فيعود مستقرا، يعود مستقرا تعرب ايه؟ حال صح. كيف يعود مستقرا، طرد الطاقه من الكلوروفيل فيعود مستقرا. الطاقه دي بقى ده حوار ابن لذينه. تعالى يا باشا، هو انت فاكر انت دخول الطاقه زي خروجها؟ لا، الطاقه اللي داخله طاقه ضوئيه هاتها لي بقى، وهو بيشعها كده بنقوم جايين واخدينها ونعمل بيها حاجتين اهي، طاقه الكلوروفيل هنعمل بيها حاجتين. الحاجه مكتوب كده، ما هي عشان مش بالاخضر فاهم، انا اسف يا جماعه، انا عارف ان انتوا زهقتوا مننا، بس طاقه الكلوروفيل دي هناخدها ونعمل بيها حاجتين مهمين جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بنعمل حاجه مؤثره قوي اسمها شطر جزيء الماء. جزيء الماء لا يا استاذ، اصل هو عباره عن H2O فلازم نقسمهم عن بعض. لا يا استاذ، ما انت عارف يا حبيبي الاكسجين ده رايح في حته والماء والهيدروجين ده رايح في حته. لا يا استاذ، هو اللي ليه ولا احنا كلنا عاملين لك كافيه بالصبح، مش الاكسجين بتاع الماء ده هو اللي بيتصاعد؟ ياه ماشي، هفترض ان انت ما سالتش السؤال الغبي ده، بس ان شاء الله ايه، يبقى دوت اكسجين اهو متصاعد كناتج، ركز في الكلمه دي، كناتج ثانوي. يعني اصل احنا جايين نعمل بناء ضوئي، يعني بالنسبه للنبات هو طرده، فبالنسبه للنبات هو مش مهم، هو بالنسبه لنا مهم جدا، بس هو بالنسبه للنبات ثانوي، حاجه مش مهمه مش اساسي، تمام؟ بس في حاجة عشان بس ايه، بتوع الكيمياء بيزعلوا جدا لو انت قلت لهم الاوهاية دي هتتصاعد. لا معلش، هي O2 فاحنا لازم نحط هنا اتنين H2O2، ده كده بقى فوق اكسجين. ما تحط الاتنين هنا ماشي، يبقى هنا هناخد اتنين H2O تنقسم الى O2 تتصاعد، ويتفضل لك ايه بقى؟ اتنين H2. الحمد لله. لا الحمد لله ايه، تعال، ده قصه حب بنت الأزينة. الاكسجين بيعشق الميه، بيعشق الهيدروجين. انت عارف لو انت جيت قلت لهم ايه انقسم، يقول لك اهو يا دي انقسم اهو، هيرجعوا تاني يتحدوا مع بعض. فانت بص هتقسمهم، بص الحركه اللي جايه دي، هتقسمهم وتاخد الاكسجين ولا اتكل على الله، والاكسجين هالهيدروجين تثبته كده ولا اقف مكانك اثبتك ما تروحش، والهيدروجين بقى عمال يوصل للاكسجين، هوصل لك حتى لو عارف ان ممكن اموت، ولا بيتفرقوا مع بعض. قصه بنت الأزينة، الاثنين بيحبوا بعض جدا. اذا قمت بشطر جزيء الماء الى هيدروجين واكسجين وسبتهم هيعاد اتحادهم مره اخرى، فلازم تعمل حاجتين، تتخلص من الاكسجين احذفه بره، والهيدروجين ده امسكوه ايه، هنجيب بلطجي. انا طبعا شرحتها بالطريقه الايه الحلوه، بس هي جت كده ماشي. البلطجي واحد اسمه ندبي، هو اصلا اسمه يبين ان هو بلطجي، هو اسمه على فكره بالعربي لطيف جدا، اسمه اللي هو نيكوتينامايد داينيوكليوتايد، داينيوكليوتايد فوسفايد اللي هو ثنائي الفوسفات ماشي، امايد النيكوتين ثنائي النيوكليوتايد. اسمه لطيف جدا، هو ندبي. ناد ايه؟ ندبي. خد بالك ان ده ندبي، لان هيبقى بعد كده ان شاء الله في حاجه اسمها ناد، بس ده ناد بي، افتكر بي ديت ممكن تفكرك، هي طبعا فوسفات بس هتفكرك ببلانت، هو موجود في البلانت في النبات، تمام؟ مين ده؟ ده بلطجي. البلطجي ده هيمسك مين؟ هيمسك المطوه دي اللي هي H2O، فهيبقى معانا اتنين بلطجيه هيمسكوا الهيدروجين عشان نعمل له عمليه تثبيت. ليه يا باشا هنعمل له عمليه تثبيت؟ حتى
نفرقه الأكسجين حتى لا يعاود الاتصال بالأكسجين. أنا عارف إن أنا مشارك في هذه الجريمة وأنا بكتب الكلام ده، بس أعمل إيه؟ فتكون عندنا حاجة اسمها 2 ناد بي، حتى أنا إيدي مش مطوعان، ناد بي اتش 2. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيه اللي إحنا طلعنا بيه يا جماعة؟ أكسجين كناتج ثانوي طلع بره وطلع معانا 2 ناد بي اتش 2 البلطجي، ودي مطوة كده ماسكها مثبتها في إيده كده. ماشي. طيب باقي الطاقة يا أستاذ هنعمل بيه إيه؟ تعالى أما أقول لك. تعرف حاجة اسمها A D B وحاجة اسمها A T B؟ آه طبعا تعرفهم إن شاء الله. أفكرك بيهم. أفكرك فين هنا؟ بص يا عم حاج، في شوية مصطلحات في الأول. النمونو معناها أحادي، وضاي أو باي معناها ثنائي ولكن ضاي أكتر، والتراي معناها ثلاثي، وبولي معناها متعدد. حلو قوي. فلما اقول لك ادينوزين تراي فوسفات يبقى دوت اسمه ادينوزين. ده مركب كيميائي هنعرفه قدام في المنهج ان شاء الله واحنا بندرس التنفس الخلوي في الميتوكوندريا. ادينوزين ثلاثي تراي، هي دي الفوسفات. يعني ايه؟ يعني حاجه اسمها ادينوزين، قلت لك التركيب بتاعها نعرفه بعدين، مركب كده اسمه ادينوزين ماسك في فوسفاته، لا في 2، لا برضه في 3، 3 فوسفاتات. وانتوا عارفين ان الروابط الكيميائيه بيبقى جواها طاقه متخزنه فيها. حلو. طب يا استاذ ماشي فهمنا ده، ايه التاني بقى دوت اللي هو اي دي بي؟ يا راجل ما فتح مخك بقى. ادينوزين ضاي فوسفات اللي هو ادينوزين ثنائي، اهي ضاي هي ثنائي الفوسفات. يعني واحد بس ماسك في 2 بس. هي يعني انت تقصد ان ده عامل كده ها وماسك في 2 كده ها، واحنا قمنا جايين له واحد كمان وقمنا جايين ربطناهم في بعض. اه صح. طب نربطهم ازاي؟ مش انت يا حبيب قلبي، مش انا قلت لك الربطه دي فيها طاقه؟ فبص كده، احنا هناخد الطاقه دي، هناخد الطاقه اللي طالعه من الكلوروفيل جزء منها، ونقوم جايين واخدينه كده وحاطينه هنا ولازقينه في بعض وحبكين الطاقه في نصهم، فبقى ادينوزين فوسفات فوسفات اللي هو العادي اهو. الطاقه فين؟ الطاقه جبناها ورشقناها هنا كده وقفلنا عليها. يعني اسمح لي اقول لك، مش الطاقه اللي هي باللون الاحمر دي اتحطت فين؟ هنا 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 في طاقه اتحطت اهو، اهي الرابطه دي. يبقى احنا قمنا بتخزين الطاقه في الرابطه. فكان في طريقه عاملينها السنه اللي فاتت جميل، انت محضر. الله عليك الله عليك. وكان في طالبه هي في ثالثه ثانوي دلوقتي، كان اسمها نهى تقريبا، بس كانت عامله فيديو رهيب، هنبقى ننزله لكم ان شاء الله. بص يا عم الحاج، تخيل معايا، ده كده الاي دي بي ثنائي الفوسفات، وده البي فوسفات، ومعانا شويه طاقه في الهواء. تخيل انت طبعا مش شايف حاجه ولا شايف، تخيل بقى اسرح في طاقه اهي اللي هي باللون الاحمر دي اللي خارجه من الكلوروفيل. فاحنا بنقول الطاقه دي حرام، يعني الكلوروفيل يا عيني تعب وامتصها وطلعها، يعني ايه ده؟ هاتها لي بقى. يقوم جاي واخد البي والاي دي بي، واخد الطاقه حبسها هنا. الحمد لله بقى معانا اي تي بي، الحمد لله. فين الطاقه جوه؟ ايش اوعى تفتح، لان لو فتح اوه طاقه شفتها؟ انت كذاب بس تخيل. حلو انت شفتها. انا تاني خدت الطاقه دي، عملت ايه؟ البي والاي دي بي، وقمت جاي عارز الطاقه لاممها كده جاي قافل عليها هنا. بقى دي اي دي اي تي بي، ادينوزين ثلاثي الفوسفات، والطاقه اتحبست ما بين الاي دي بي والبي في الرابطه اللي هنا. وقت ما احتاجها هقوم جاي عامل بسم الله الرحمن الرحيم. حسب محمد، حسب عبد الفتاح، بسم الله الرحمن الرحيم. وخلينا الناحيه الثانيه، ما تركزش ما تخافش، انت قاعد في بيتك انت ماشي. كاميرا هي اللي ممكن. لو احنا كسرنا الرابطه فرجعنا ده كده لورا ستتحرر الطاقه. يعني احنا نقدر يا استاذ، انا مش هعملها دلوقتي بس ايه عشان ايه الكلام ده لا تجربوه في المنزل. يبقى واحنا رايحين نقدر نقول تخزين طاقه، انما واحنا راجعين نقدر نقول احنا لو كسرنا الرابطه يبقى احنا بنعمل تحرير طاقه. اهي يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم.
اهي أو نلمها تاني. خدها من الفتحة ثبت امسك كويس. يلا يلا. مش عارف اتمنى تكونوا تخيلتوا. مش عارف الواحد لازم ينزل بالليفل خالص بس لذيذ. اسمح لي بس اقول لك الايه ان احنا كده طلعنا الاكسجين طلع بره النت بي اتش طلع جه هنا ومعانا بسم الله الرحمن الرحيم اي تي بي. يبقى كده يا جماعه الاختصار والله العظيم كلام جميل قوي. بص كده التجار احنا خلصنا على فكره التفاعلات الضوئيه. قول لي بس هي كانت بتحصل فين؟ في البلاستيد. هزعل ما انا عارف ان هي في البلاستيد. انهي حته في البلاستيد؟ في الجران. اه صح في الجران. اشمعنى؟ عشان هي فيها الكلوروفيل والكلوروفيل هو بيمتص الضوء ودي طاقه ضوئيه. عمل ايه؟ خد الضوء وطلع خد الطاقه وطلعها. خد الطاقه يمتص الطاقه الضوئيه الالكترونات طلعت مستثار نشط مثار قام جاي ايه مطرع الطاقه حتى يرجع للاستقرار. الطاقه اللي طالعه دي حرام نسيبها كده. قمنا جايين واخدين طاقه الكلوروفيل اللي طالعه منه دي وعملنا بيها حاجتين. قمنا جايين عاملين قصه كده بهدلت الدنيا خالص قطعنا الاثنين على بعض فطلعنا الاكسجين خلناه O2 فحطينا اثنين هنا والO2 طلع كناتج ثانوي طردناه بره. الهيدروجين كان هيجري وراه عشان يكون ميه تاني من قصه الحب قويه جدا بينهم ولكن ثبتناه. جبنا اثنين بلطجيه اسمهم نات بي كل واحد مسك الاتش 2 فبقى نات بي اتش 2 اثنين نات بي اتش 2 بقى معانا اكسجين متصاعد ونات بي اتش 2. ده الجزء ده. الجزء الناحيه الثانيه كان في شويه طاقه فاضلين نسيبهم ناجين حابسينهم في الرابطه الثالثه ما بين الاي دي 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 بي والبي اهوت اهو الطاقه فين؟ في النص اتحبست هنا. طب انا عايز احرر الطاقه اكسر الرابطه عايز اكون الطاقه حط الرابطه هوب هوب تمام. فبقى معنا اي تي بي. الله اكبر. يبقى كده نواتج التفاعلات الضوئيه رقم 1 اي تي بي اللي هو هنا. رقم 2 البلطجي نات بي اتش 2. رقم 3 اكسجين متصاعد بس كايه ناتج ثانوي. ده خلاص انتهت قصته. انما دول مكملين معانا. انتوا عارفين دول بنسميهم ايه؟ احفظها دلوقتي ونفهمها كمان شويه. مركبي عشان هما اتنين الطاقه التثبيتيه. هيثبتوا مين يا عم الحاج؟ هتعرف هذا ما سنعرفه في باقي القصه. ولكن انظر معي اين كنا؟ لقد كنا طبعا الغشاء المزدوج بتاع البلاستيده. لقد كنا ها هنا في حبيبه من حبيبات الجرامه. قمنا بكل التفاعلات التي بالأعلى. قمنا بامتصاص الطاقة الضوئية ثم إخراجها بعد أن كان الكلوروفيل مثارا ثم عاد للاستقرار. ثم استخدمنا هذه الطاقة في شطر جزيء الماء وتخزين الطاقة أو تكوين الـ ATP. أنا أقول لك حاجة إن العملية ده يا جماعة عملية اسمها الفصفرة. أصل إحنا في الكيمياء قالولنا إن إحنا لما بنضيف أكسجين عن حاجة بنقول أكسدة. فانت بتضيف فوسفور على حاجه فوسفات فبنسميها فوسفور. طب واحنا استخدمناها الطاقه دي جايه من الارض من السماء من الغشاء من البتنجان من الضوء من الشم من الضوء من الضوء الشم فسميناها الفوسفور الضوئي. اي يا استاذ خضتنا وافتكرنا نسيت حاجه جامده. حاجه سهله فوسفره لان بنفسفر بنضيف فوسفات ضوئيه لانها بطاقه الضوء. ماشي. المهم يعني استخدمنا عملنا عمليتين بالطاقه الضوئيه اللي طالعه ديت. العمليتين دول برضو جوه حبيبات الجيران عادي خالص. واحدة اسمها شطر جزيء الماء شطر الماء وواحدة اسمها فصفرة ضوئية. دي نتج عنها أكسجين متصاعد ناتج ثانوي مع السلامة خلاص نسيناه. ونتج عنها كمان بص اللي طالع منك دوت اتنين ناد بي اتنين بلطجية مسكين مطوة اتش تو. البلطجي ماسك مطوه والبلطجي دوت محتاج طاقه ولازم نبقى جارم كده ومعاه اي تي بي عشان يقدر يضرب الناس. فبسم الله ما شاء الله جايبين له كميه اي تي بي محترمه. اي تي بي يبقى اذا معاك ايه؟ معاك مصايب. معاك بلطجي اسمه نات بي اتنين بلطجي واتش 2 دي المطوه اللي في ايده مطوه مطوه والاي تي بي دي طاقه في جسم ده يقدر يثبت اي حد يثبت. ايوه صح عشان كده سميناهم مركبي الطاقه التثبيتيه. ايه ده يا استاذ انت مش بتحكي دلوقتي يعني المفروض انها هيثبتوا. ما هم هيثبتوا فعلا. هيثبتوا مين بقى؟ مين اللي جاي يتمخطر وماشي؟ خلي بالك احنا طلعنا من الجرانه. احنا دلوقتي بدانا في المرحله الثانيه. احنا دلوقتي في الاستروما يا اسطى في الارضيه. طب في الارضيه ديت كان اسمها ايه؟ التفاعلات اللاضوئيه. تحصل بالليل ولا بالنهار؟
الاثنين. يعني محتاجه ضوء؟ لا. طب لو في ضوء ما تحصلش؟ تحصل. طب ما فيش ضوء؟ تحصل. يا اختي كده ينفع وكده ينفع. فين؟ في الاستروما. مين بقى اللي مقابلهم؟ اه اللي ماشي يتنخطر دوت CO2 ثاني اكسيد الكربون. عيل نايتي ماشي كده في الشارع اهو كده، احنا نكبر بس الدنيا عشان الموضوع ده بيهلكني ضحك والله. اهو CO2 ماشي في الشارع، مين اللي داخل عليه؟ داخل عليه البلطجي اللي اسمه ناد بي، وماسك في ايده المطوه اللي اسمها H2، وفي جسمه طاقه اسمها ATP، وبيعمل دلوقتي تفاعلات لا ضوئيه وشاف CO2. طبعا الكلام اللي انا هتكلم بيه دوت مش مناسب خالص مع الجلابيه اللي انا لابسها، بس هحاول. شاف CO2 قام قال له خد ياد يا تعم يا نايتي يا مسكر. قال له انا مش مسكر. قال له طب وتعم ونايتي؟ قال له انا مش حاجه من دول، انا مش مسكر. قال له مسكر. قال له والله مش مسكر. هو عيل نايتي قوي وده بلطجه، انت هذا مسكر قوي. انا مش مسكر. اه مسكر. مش مسكر والله. والله اقول لك طب والله لا تبقى مسكر. وقام جاي ماسك المطوه وقام جاي رشقها في نص السي او تو. ما تخافش على الشاشه اصلا، عارف انت خايف على الشاشه. لما بشوف الفيديو ده وانا بعمله بخاف على الشاشه. وقام جاي الناد بي البلطجي ده ماسك الاتش 2 قام جاي رشقها في نص السي او 2، فقام جاي او اهو السي او، قام جاي حط هنا اتش، قام جاي قال له ده انا هلعب لك في كميتك يا اسطى. انت سي او 2 هم 6 12 6، انا بحب الستات، اقصد ارقام الستات. هو مش انا فاهم، انا في الشخصيه دلوقتي ما تفهمنيش غلط، ما تضربناش في ده ماشي. فالناد بي اتش 2 ده البلطجي جاب السي او 2 قام جاي غزه بالمطوه في نصه فثبته وسكره. قام جاي باصص له لك مش قلت لك هتبقى مسكر؟ حد فاهم حاجه؟ ده سكر جلوكوز، سكر الجلوكوز. سكر ما عمل يبص لنفسه انا بقيت مسكر، انا بقيت مسكر كده ماشي. مش عارف اللي هقوله. ورقم اتنين التفاعلات اللا ضوئية اين تتم؟ تتم في الاستروما، النخاع الارضية البروتينية عديمة اللون. ماذا يحدث فيها؟ يقوم مركبي الطاقة التثبيتية، وهتنسى الاسم دوت، الناد بي اتش 2 بالاضافة بمساعدة الطاقة المختزنة بالاي تي بي باختزال او تثبيت ثاني اكسيد الكربون CO2. طبعا الاختزال ليه تعريفات كتير، من ضمنها اضافة الهيدروجين تمام، والاكسدة من ضمنها اضافة الاكسجين، يعني اكسدة يعني اضافة الاكسجين، اختزال معناها اضافة هيدروجين. ليه تعريفات تانية هنقولها ان شاء الله في الدرس من قدام اللي هو بتاع التنفس الخلوي ماشي. يبقى اختزال او تثبيت اللي هو ثانيه واحده اكتبها كده عشان ما تنساش، اضافه هيدروجين، فبيثبت CO2 فيتكون بعد عده مراحل مش على طول، C6H12O6 اللي هو السكر بتاع الجلوكوز. قال له انت مسكر؟ قال له انا مش مسكر. قال له والله مسكر. يا عم انا مش مسكر. قال له هتبقى مسكر. وقام ياخد الاتش رشقها في النص فبقى سي اتش او 6 12 6، فبقى الايه الجلوكوز. بس طبعا ايه خد شويه خطوات ولعب في الكيمياء بتاعه، طلع نازل شخبيط كده في وشه. يا الله ما هذا الجمال والدلال في الزمن اللي مال والناس الجمال زيكم. يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ تيجي نعيد الكلام تاني بس عبد الفتاح ولا اقول معايا بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. قول لي كده عبده، هو البناء الضوئي مين العالم اللي اكتشفه؟ ها قولي عبد الفتاح. بلاك مان الرجل الاسود. طيب بلاك مان دوت قال ان في كام نوع من التفاعلات؟ اثنين. التفاعلات رقم واحد اسمها تفاعلات ايه؟ ضوئيه. بتحصل بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. يعني لازم لها ضوء. أيوه. يبقى الضوء عامل اساسي في هذه التفاعلات. طب التفاعلات ديت بتتم جوه ولا بره؟ اقصد يعني في الجرانه ولا في الاستروما؟ في الجرانه. اسمح لي يا عبد الفتاح عشان عارف انت هتزعل. الجرانه باللون الايه؟ الاخضر. لان فيها صبغ اسمه ايه؟ كلوروفيل. الكلوروفيل ده بيمتص الطاقه الايه؟ ضوئيه. عشان كده لازم تحصل بالضوء او بالنهار. فلما امتص الطاقه الضوئيه الكلوروفيل الف بقى اسمه ايه؟ كلوروفيل مثار. عشان يرجع لحاله الاستقرار طلع الايه؟
الطاقه. الطاقه دي استخدمناها في حاجتين، حد يفكرني بيهم كده يا عبده؟ شطر جزيئ الماء ال H2O او ال 2 H2O، قسمناهم فطلع الاكسجين تصاعد كناتج اولي ولا ثانوي؟ يعني النبات، النبات ده مهم بالنسبه له؟ طب مهم بالنسبه لنا؟ اه عشان التنفس. طب ال H2 او ال 2 H2 هنثبته باتنين بلطجيه اسمهم ايه؟ ناد بي. ناد بي 2 ناد بي. الاثنين ناد بي دولت بقى ادونا 2 ناد بي H2. حلو قوي. وده كده ناتج وده ناتج. طيب اتفضل، عندنا شويه طاقه نرميهم في الشارع ولا نستخدمهم في عمليه اسمها الايه؟ الفسفره الضوئيه. فسفره ليه يا عبد الفتاح؟ فوسفات، لان احنا بنضيف فوسفات زي اكسده بنضيف اكسجين، زي اختزال بنضيف هيدروجين، فدي فسفره بنضيف الفوسفات، بس بنضيفه على ايه؟ اي دي بي. دي ديت داي بقى ادينوزين ثنائي الفوسفات. طيب لو احنا بنعمل تخزين طاقه فهيبقى عباره عن اي تي ادينوزين تراي فوسفات. طيب لو احنا كسرنا الرابطه ورجعناه كده يبقى هنعمل تحرير طاقه، وكده يبقى ده الناتج الثالث من عمليه الايه؟ التفاعلات الضوئيه. طيب ننتقل بقى للتفاعلات الثانيه، التفاعلات اللا ضوئيه. ننتقل من الجرانا الى حاجه اسمها الايه؟ ستروما. طيب الاستروما ديت او التفاعلات اللي هي رقم 2 اللا ضوئيه بتعتمد على النهار والليل؟ يعني تحصل بالنهار تحصل بالليل، واخدش كده ينفع وكده ينفع؟ طيب طب هي الطالما ما بتعتمدش على الضوء بتعتمد على ايه؟ تفتكر ايه؟ مش في انزيمات بتعملها يا جماعه؟ اي عمليه حيويه بتتم في النبات لازم انزيمات تنشطها، والانزيمات اهم ما يؤثر فيها هي درجه الحراره. يبقى بتعتمد على درجه الحراره الانزيم عشان نشاط الانزيمات، او نقول ان الحراره بتاثر على نشاط الانزيمات. ودرجة الحرارة على فكرة مش لازم النهار، ما هو بالليل في درجة حرارة برضه فتحصل بالليل، انما الضوء بالنهار بس، ضوء الشمس اقصد يعني. طيب مين العيل المسكر؟ CO2. كان ماشي بتمشي فين؟ في الاستروما. مين البلطجي اللي قبله؟ الناد بي. والمطوى اللي في ايده؟ H2. ومعاه طاقة في جسمه؟ ATP. قام جايل له انت هتبقى ايه؟ مسكر. يا طعم يا نايتي؟ قال له انا مش مسكر. قال له هتبقى مسكر. قال له انا مش مسكر. قال له هتبقى مسكر. وقام جاي مطلع المطوى ورشقها في نص جسمه، فبقى السي وادي الاو وحط هنا اتش، وقام لعب في الكيمياء بتاعته بقى دي 6 12 6، فدوت الناتج النهائي من عمليه البناء الضوئي. صبري يا نفسي معنا الله، مشوار الطبي بدأنا خطاه.